بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي عشان اوصل الميكانيكال اكيوبمنت زي مكان التكييف بالكهرباء لازم اظهر الميكانيكال اكيوبمنت. طيب انا هكتب في في وادخل هنا واعلم على ميكانيكال اكيوبمنت. ميكانيكال اكيوبمنت بيظهر معايا ليه؟ لان في فلتر موجود في فلتر ليست اهوت بيظهر لي كهرباء بس، فانا اقول له يظهر لي كمان الميكانيكال. ابص بقى على الميكانيكال هلاقي هو الميكانيكال اكيوبمنت، اقول له اوكي فبدأ يظهر لي مكان التكييف اهوت. تمام، خلينا ناخد كوبي لان يعني دي اكيد هتلاقيها متوصله باحد الدوائر. طيب هاجي هنا ادوس هنا الاقي بيقول لي كرييت سيستم دكت باور بايب. ليه هو جاب لي كرييت سيستم؟ لان الفاميلي دي محطوط فيها سيستم. طب ازاي محطوط فيها سيستم؟ هدخل ايديت فاميلي. تمام، هلاقي الكونكتور هو ظاهر معايا، هو موجود كده كده في البلان. تمام اهوت، وهلاقي ده مثلا خاص بالباور، في ده تكييف ده تكييف ده البايب. تمام، طيب بفرض ان في حاجه فيهم مش موجوده بحطها ازاي؟ يعني بفرض مثلا ان الدكت ده مش موجود. تمام، بقول له كرييت واقول له دكت كونكتور وابدا احط الدكت اهوت. تمام، وابدا اظبط البرامتر بتاعته، الهاي الويتس. يعني ممكن اجي هنا اقول له الهاي دوت اربطه لي مثلا بالهاي بتاع الريتيرن او سبلاي زي ما انا عايز، واقول له الويتس بحيث ان هو لما يتغير يتغير معاه. تمام، اقول له ريتيرن اير ويتس، اقول له مثلا ده هيبقى ريتيرن مش سبلاي. تمام، الفلو هيبقى قد ايه. تمام، ممكن كمان اربطه اقول له خد البرامتر دوت لو في برامتر، او اقول له مثلا خليه 150 مثلا او 250. الكهرباء كذلك سهل ان انت تقول له كرييت وتقول له انا عايز اعمل مثلا الكتريكال كونكتور او كيبل تري كونكتور. يعني سهل ان انا اعدل الفاميلي، اعتبرها عجينه انت تقدر تغير الشكل، تقدر تغير الخصائص، تقدر تحط اي حاجه انت عايز تضيفها، ممكن تغير الرموز، ممكن تغير. ان شاء الله نعمل كورس خاص بالتعديل في الفاميلي. تمام، فبعد كده بقول له لود انتو بروجكت اند كلوز، فاقفل ديت. تمام، اجي هنا على الميكانيكال اكويبمنت ديت. تمام، اقول له انا عايز كريت سيستم باور. تمام كده بقت دي مضافه للسيستم. تمام، طيب ايه اللي ناقصها؟ ناقصها ان هي تتوصل ببانل. فاجي هنا اقول له دي المفروض تتوصل باني بانل من هنا. خلي بالك هو مش هيقبل اي بانل، لازم بانل تكون النمبر الفولتس بتاعتها واحده والفولتج بتاعتها واحده. يعني لازم تكون انت مظبط الفولتج والنمبر اوف فولتس في الميكانيكال اكويبمنت زي البانل بالظبط. فاقول له مثلا وصلها لي بالبانل ديت، خلاص هي كده اتوصلت بالبانل ديت. تمام،